السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعين غاليين. اليوم عندنا تغطية ما قبل الافتتاح المركز 4x4 تجهيز سيارات الدفع الرباعي. طبعا راح يفتتحون بشكل رسمي بعد العيد بإذن الله. سوينا لكم تغطية سريعة والحد الآن ما اكتملت البضاعة الموجودة في المركز. مكان المركز الرياض شارع الابراج بالقرب من طريق الملك فهد محطة الإدريس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. عبد الله يا هلا والله، مبروك مقدما ما شاء الله. الله يبارك فيك. نبيك تعطينا بس نبذة مختصرة عن المركز حقكم. طبعا هذا او تو ما الى الان لحد الان ما افتتح رسميا باذن الله تعالى قبل العيد، وراح نعلن متى ان شاء الله راح يكون في عروض واشياء حلوه باذن الله تعالى. انتم مختصين باي بايش بالضبط؟ مركز 4x4 سنتر، مركز 4x4. طبعا فيما يخص الجوب وتجهيزها ابتداء بالتعليق والمساعدات، الايات، البطاريات، توانك البنزين والكهرب، ثلاجات، ادراج وتركيب عندك يا جنوب افريقيا، امريكا، تايلند. اشوف اكثر الماركات هنا ما شاء الله. هذه اغلب الماركات. وش الماركات غيرها بس ما بعرفنا. طبعا البضاعه اول لسه لحد الان ما اكتمل لحد الان لان ما افتتح الكراج بشكل رسمي. وكينج ولفز وبروفندر وفي فلتر انجن وارن ونوش ما شاء الله، مواطير كهرب. طيب نبدا من هنا. هذه مساعدات، هذه مساعدات كينج وبروفندر 2.5. الاغلب السيارات عندكم لجميع انواع الجيوب؟ اغلب السيارات جميع الشركات، تويوتا، نيسان، بشكل عام. جموس؟ طيب جموس موجود، فورد موجود. طيب نبدا بالرف هذا بالضبط. هذا وش الاشياء؟ الثلاجه، ادراج السيارات، الونيتات والجوب عدة اشكال. هذه ثلاجات ايرون مان، شركه استراليه. شركة استرالية. هذا السلايد من شركة فرونتر رانر، شركة جنوب افريقية. يعني حتى السحب هذا عندها عندكم موجود؟ اي نعم موجود. تركيب وكل شيء؟ ما في مشكلة ولا اي شيء تركيب. وهذا ادراج ها؟ نعم ادراج واطباق. ما شاء الله. طيب وهنا وش عندنا فوق؟ هذه الالات الرياضية، انتيكات طقم كامل. الاغلب السيارات الدفع الرباعي باتر فيتيك اف جي. وهذه يا شيخ لفز الاستراليه. هذا وش هذا؟ تانكي، هذا تانكي بنزين الباترول واللاند كروزر. اغلب التوانك يعني اغلب الشركات موجوده، السبير والاصلي طبعا استراليه هذه. والله استرالي. اغلب التوانك عندكم اكثر الشركات ها. طيب هذه ليد بار من شركه ايرون مان. ليد بار ها. هذه لايسار بندر، هذه فاتر، هذه ونوش شركة وارن، واير كتان أو الواير العادي. الواير كتان والواير العادي. اي نعم. واير كتان اللي هو الخيط ها؟ اي نعم. حرير بعضهم يسمونه. وهذا بطاريات من شركة نورث ستار، أمريكية طبعا، أمريكي. بجميع الأحجام والمقاسات. بجميع المقاسات. اي نعم. وهذا اللي تحت؟ نفس الشركة برضه. بطاريات؟ اي نعم. جافه هذه ولا ايش؟ كلها بطاريات جافه طبعا. ضمان 3 سنوات. طبعا يا شباب بعضكم اكيد بيسال السعر، السعر المحل توي لحين ما فتح رسمي، راح يفتحون باذن الله بعد العيد. احنا تم التصوير بتاريخ 27 رمضان. من وين نبدا ابو عبد الله؟ هنا عندنا بعد ثاني. هذه برضه مسادات بروفندر ويايات ليفلز، مقصات، جنوب ميثود. هذه مسادات من فئه 2.5 انش. وين؟ المساعدات هذه المساعدات اللي مختصة فيكم هذه ها؟ اللي هي عليها شعار المحل طبعا بروفندر. وكيل انتم حصري؟ نعم ما يحتاج السعودية. لحظة فوق. تقول لي ما شاء الله انتم وكيل حصري؟ نعم شكل بروفندر. اشوف شعاركم على نفس المساعدات. فور حصري ما شاء الله. وضمان وكل شيء ها؟ اي نعم. حتى موجود لها هذه الفئه لها قطع غيار واصلاح. لها قطع غيار واصلاح موجود في كل جوف. طيب الرف هذا؟ هذه البطاريات المتنقله، شواحن بطاريه متنقله ها. شحن كهرب هنا امريكي جهه جميع.
وش بعد؟ هذه الصناديق برضه من شركة رنر. الأطباق أو لحالها. حق التحميل يعني عفش. تركب فيها أغراض شيء. وهذه. هاي ثلاجات. هاي رمان. ثلاجات. وش صناعة هذه ثلاجات؟ من شركة أسترالية. شركة أسترالية. طيب. وهذه ما شاء الله اللفز ها. واللي فوق مساعدات. طبعا بحط لكم حساب وكل شيء انتم تتواصلون معهم طريقه التركيب والمقاسات وفي اشكال والوان يعني هي اللي وهذه كينج مساعدات كينج الاغلب السيارات ولا كينج يعني الاغلب السيارات اللي عليها طلب لاند كروزر باترو الاف جي جيمس ما شاء الله تبارك الله هذه السوبرينج لسسات الرود ماستر امريكا طبعا للتندرا والفورد والسيارة هذه مثالات الاجستب اللي تجي بخزان خارجي من بروفندر هذه حلو وش بعد هذه كلها حقت اللي برضو مثالات الاجستب والفورد والسيارة لا غطاء شعار من برا اللي هي هذه ها على شعاركم بعد شعار من فوق هي طبعا سبيشال خاصة لنا. من المصنع. ما شاء الله تبارك. طيب. وش بعد يا ابو عبد الله؟ برضو هي عندي الامور اللي هي اللفت. شركة اللفت البولينج اللي هي. ايه. هذه وش هذه؟ جميع انواع والاحجام. هذا البولينج اللي يجي يركب داخل. باللونات اللي تركب على الياي. وريني بالله. وفي ناس تطلب اشوف اللي مو مقتنع بالياء مساعد يصير بس باللونه طبعا لا حمل يرفع الاغلب السيارات بعد حتى عندنا فلات البديل للوكاله تركب مكان الوكاله زي هذا النيسان فيتيك فلتر اي نعم موجود هذا الشرايح للتويوتا حلو هذا السبرينج اللي اللي قبل شويه البكرتون اي نعم يركب على الست وهذا نفس هذا الشكل نفس هذا الشكل وهذه الثلاجات هذا شفناه قبل شوي طيب هنا من شركة لفلت ربطات حقت ايش؟ للدفرنس هاي سبرنت بوستر درنس بوستر وهذا ولي؟ هذه مطوي هواء امريكية من شركة اكستريم ما شاء الله ثلاث اشكال ما شاء الله تبارك الكت كامل في صندوقي وتركبون انتم هنا؟ هنا وهذا الكت كامل يشتري في صندوق كامل ايه يعني بدون هذا السوق هذا يجي بخزان اللي هو هذا اللي هو هذا نعم وهذه الونوش برضه في منتجات كثيره في المستوى ذا باقي الفلاتر هذه وش هي الفلاتر؟ هذه فلاتر باحجام كثيره لجميع السيارات حلو طيب نجي هنا هذه مساعدات حقت ايش؟ هذه لجميع السيارات لاند كروزر اف جي باترون هذه المونوتيوب 2 انش شو اسم الشركه؟ بروفندر طيب وهذه هذه نمبر هندر الهابي جيتي ما شاء الله هذه شعار كان موجود عليه شوف بعد وكلها تركب لاغلب السيارات هذه اي اغلب الجيل طيب نجي هنا هذا وش في عندنا هنا جديد هذه مساعدات فلسطين ايه برضو باقي من الكميه يعني ما شاء الله انتم موفرين اكثر الخيارات يعني نوفر المطلوب اللي يفيد ولا عليه طلب اشياء كثيره ممكن نوفرها ما تفيد ولا تخدم ويشتريها المستخدم ما تؤدي معنا اداء المطلوب ما شاء الله تبارك الله وباقي بعد الى الحين ما خلص ما شاء الله تبارك الله طبعا جزء في المعرض باقي المستودع ولا باقي بضاعه بعدين يعني. والله ما شاء الله تبارك الله الله يطرح ببركه ان شاء الله يرزقكم ان شاء الله يا يات الاغلب المواتر دفع الرباعي موجود برضو يات من شركة ايرون مان ما شاء الله تبارك الله الله يطرح ببك ان شاء الله الله مامي الله يذكره تونا ما جينا قسم التركيب برضو في فلات المكين
شوف هذا الفلتر انجن خاص بالفلتر انتيك برضو. اي واحد؟ هذه الشركه اللي بنص هذه بالكين هنا. اه هذه خاص بالفتك. اي نعم. وهذا التانكي؟ هذا التانكي الباترول وراه التورشن بار العمدان للمند كروزر 98 ل 2007 من لفز طبعا. من لفز؟ اي نعم، بس ما بعد طلعنا عرضناها لل حلو. وش باقي بعد؟ لا تكتم الاشياء كثيره من الناس يعني ان شاء الله تفتحكم رسمي بعد العيد باذن الله. نحدد عادي ونعلم باذن الله. تبون حسابات رسميه؟ اي بحط لكم حساباتهم كلهم تحت. نجي للورشة الحين؟ صاجات البندر. صاجات حماية لاند كروزر والباترول. الأغلب السيارات بعد. اللاند كروزر والباترول. لا هو أكثر شيء يعني. إي نعم. طبعًا استرالية. ما شاء الله. الصاجة اللي تحت الماكينة والجير. شركة كراون ديل. ما شاء الله. طيب نجي الكرايد. ما شاء الله تبارك الله. رافعتين ها؟ ما شاء الله لحد الان ما اكتمل. ان شاء الله بعد العيد باذن الله تسيب يكتمل باذن الله. وراح تكون عندكم عروض او الافتتاح ابو عبد الله؟ اي نعم باذن الله. وهذه ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله شغل مرتب ما شاء الله. الله يرحمه ونبرك ان شاء الله. المركز الاساسي وين؟ هو الفرع الاول ببريده. ايه الفرع الاول ببريده. انا بحط حساباتكم كلهم اثنين اللي هو حق بريده هو مركز هذا. مكانه بالضبط طيب عبد الله؟ بريده؟ لا لا بي اللي هنا حق فرع كمان بريده بالضاحي وهنا في حي العقيق. حي العقيق الاقرب شيء محمد بن سعود. على طريق محمد بن سعود محطة الابراج. ما اعرف طريق الابراج. طريق الابراج اي محطة ادريس. حلو. بجانب كوبري ميك فايت مقابل هيئة الهلال الاحمر مباشرة. غرب هيئة الهلال الاحمر. ما شاء الله تبارك الله. الله يطرح ببركه ان شاء الله. ارقامكم راح احطها كلها تحت. نعم. بال شو اسمه بالوصف. وفالكم التوفيق ابو عبد الله ان شاء الله. واهم شيء لا تكسرون مع متابعيني اهم شيء باذن الله. الله يوفقكم. الف شكر يا ابو عبد الله.